تقرير متعلق بإيه؟ بجامعة المنصورة، تحديدا إدارة الوافدين. إدارة الوافدين هي الإدارة المعنية بالطلبة غير المصريين والملتحقين بالجامعة. اتعملت احتفالية لطيفة جدا اسمها يوم الشعوب، عجيب لنا الاسم جدا ده، للطلاب الوافدين للعام الثالث بعنوان جامعة المنصورة تجمع شعوب العالم، وده كان بمشاركة مجموعة من السفراء والملحقين الثقافيين من 42 دولة من أشقائنا العرب والأفارقة وإخوتنا الأسيويين إلى آخره من الطلاب الوافدين هناك في المنصورة في مرحلة البكالوريوس وأيضا في المراحل المختلفة من الدراسات العليا. خلونا نشوف التقرير ده وفاصل ونرجع نكمل الكلام. عندنا النهاردة 42 دولة مشاركين معانا في يوم الشعوب بحضور أكتر من 25 سفارة عربية وأجنبية. الحقيقة النهاردة كل اللي احنا اتفرجنا عليه النهاردة يتعلق بالتراث، التاريخ خاص بكل دولة، يعني ما اقدرش أذكر دولة بعين، لازم أذكر 42 دولة اللي شاركوا حتى لا يعني يتحرك مني أحد. فالحقيقة كل الشعوب اللي حضرت معانا من الدول العربية والأجنبية تفوق الوصف، سواء من حيث المأكولات الشعبية، اللبس التاريخي، الحضارة، التاريخ العريق لكل دولة. فأنا برحب بهم باسم جامعة المنصورة في جامعة المنصورة. دور الجامعة مش بس دور تعليمي ودور بحثي، لكن أيضا دور تثقيفي ودور توعوي، إضافة إلى دورها الاجتماعي. النهاردة استضافة جامعة المنصورة ليوم الشعوب، وزي ما حضراتكم شايفين تنوع الحضارات والبلدان المختلفة ومدى سعادة الجميع هنا، ده بيؤكد أنه جامعة المنصورة كعادتها دايما راعية لكل الثقافات، وده بيعكس حتى أعداد الطلاب الوافدين من مختلف البلدان، مش بس الدول العربية، ده حتى عندنا من ماليزيا وعندنا من كردستان وغيره. تشرفنا بدولتنا الثانية، دولة مصر العزيزة على قلوبنا واللي نحبها كلها. شاركنا في يوم الشعوب، طبعا نمثل دولة الكويت خير تمثيل إن شاء الله. طبعا عندنا الكتب اللي نوزعها على كل اللي يحضرون عندنا الضيوف، طبعا الكتاب العربي خريطة الكويت، زين حطينا صور شيوخ دولة الكويت من أولهم لآخرهم، حطينا أبو الدستور الشيخ عبد الله السالم رحمة الله عليه، حطينا صورة مجلس الأمة. هنتكلم عن التاريخ التركي وعن الأكلات التركي والكولتشر بتاع تركيا والحلويات واللغة والتاريخ العظيم. اليوم نحتفل بيوم الشعوب في جامعة المنصورة، وقد كانت المشاركة الليبية مشاركة ظاهرة للجميع، حيث قمنا بعرض الآثار الليبية وتوضح العصور اللي مرت بها ليبيا من العصر الإغريقي إلى العصر الروماني إلى الحكم العثماني إلى المراحل السياسية الأخيرة اللي مرت بها ليبيا. الدراسة في جامعة المنصورة الحقيقة تعتبر من أفضل الجامعات لدينا في وزارة التعليم طبعا في ليبيا، وطبعا هذه هي حقيقة وليست يعني محاباة أو مجاملة، إنما جامعة المنصورة قلعة علمية يشد إليها الرحال من شتى بقاع العالم ليستنيروا من فيض علمها ومن نور علمها الغزير. الخيمة الأردنية اليوم تتحدث عن التراث الأردني وتاريخ الأردن بالحضارة وأكثر من المناطق السياحية الموجودة داخل الأردن. تمام؟ هون عندنا بروشورات احنا بنقدمها لكل الزوار الموجودين اليوم اللي شرفونا. طبعا بنقدم أكلات أردنية، من أشهر الأكلات الأردنية وهي طبخة المنسف. طبخة المنسف أكلة شعبية تميزت بذوقها والتي اختلط فيها الجميد والحليب باللحم اللي هو سمي بالمنسف لنسفه للعادات الاحتلال. عندنا هنا الخيمة البحرينية نعرض فيها كل جوانب الثقافة البحرينية، من أكل، من عادات وتقاليد، من ألعاب، من كل هذه السوالف احنا نقدمها هنا. بقالي 7 سنين في المنصورة، أنا بحب أشكر مصر في البداية وأشكر جامعة المنصورة على استضافتهم لينا،
لأنه انا ما بحسش بالغربة في مصر بصراحة. فتحية من سوريا لمصر والمنصورة خصوصاً.